ده الجزء التاني من اليوز ستيت، عشان في نقطتين مهمين نسيت اقولهم، الا وهي الكول باكس في الكليك ابديت. انا ممكن عندي في اليوز ستيت، احنا قلنا ان احنا بنديله الانيشال فاليو، القيمه في اول مره خالص لما هاجي اشتغل على الكومبوننت دي تعملها ريندر، فاديله دي اول قيمه. فقال لك ممكن لا، انت لو عايز تستخدمها جوه كول باك فانت ممكن تبعت له كول باك وتعمل اي حاجه بقى انت عايز تعملها، مثلا اقول له ايه ريتيرن 10 مثلا في 20، اي حاجه مش فارق معايا بقى الاوبريشن انت عايز تعملها ايه. ممكن تاخد مثلا قيمه من البروبس مثلا وتعملها فانكشن، مثلا دي نقول ايه مالتبلاي مثلا بروب مثلا دوت نمبر او 10 مثلا، اي حاجه ايا كان اللي يجي. فانا اعمل فانكشن اقول له مالتبلاي نمبر، اقول له ريتيرن مثلا نمبر في 20، اي حاجه مش هيفرق معايا. فوالله لو في عندي بروبس فيها نمبر هذا ما فيش، خلاص رجع لي الايه ال10. فانا جاب لي ايه ال 200، فانا اقدر اعمل احط في الانيشال فاليو تبقى كول باك، او اقدر ان انا اعملها انيشال فاليو وابعتها له بشكل مباشر. جميل. طيب النقطه الثانيه نفس القصه بالظبط في السيت كليكس، نفس البوينت بتحصل في حته اليوز ستيت. انا دلوقتي كاتب هنا، تعال ننزل دي كده في سطر لوحدها عشان تبقى الناس شايفه، سيت كليكس ببعت لها القيمه بتاعت الكليكس الحاليه مثلا وبلس واحد. او ممكن انا عايز اعمل مثلا اقول له ايه بلس او مثلا في 10. تعالوا نجرب كده الكلام ده. هاجي هنا كليك 2000 20000 200000 2 مليون 20 مليون وهكذا. طب قال لك برضو ممكن نفس القصه تدي له كول باك فيها الكرنت كليكس او الكرنت مثلا ايا كان الاسم انت هتسميه. ممكن اقول له ايه ريتيرن كرنت كليكس في 10 برضو، او خليها مثلا في 5 عشان الناس تبقى واخده بالها من الفرق ما بين الاثنين. من ريفرش كليك او 5 في 5 في 5 وهكذا. فانا اقدر استخدم الكول باك لو عايز اجيب القيمه الحاليه، واقدر استخدم الكول باك هنا. طبعا حته الكول باك دي هتنفعنا جدا في اليوز افكت لو انا عايز اعمل ابديت من غير ما اعمل ووتش للكليكس في اليوز افكت. الكلام ده هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل في الفيديو الجاي بتاع اليوز افكت، بس انا حبيت اوضح الحته ديت في اليوز ستيت عشان انا نسيت اتكلم عنهم في الفيديو اللي فات.